عاد العالم الهولندي فرانك هوكر بيتس للظهور مرة أخرى، ولكن هذه المرة بتحذيرات بزلازل قوية قد تحدث خلال الفترة القادمة مرتبطة بهندسة الكواكب. وأصبح الأمر أكثر رعبا من الماضي، خاصة بعد حدوث زلزال تركيا المدمر الذي تنبأ بحدوثه في فبراير الماضي. وأيضا المثير للذعر أن تركيا تعرضت أمس لزلازل بقوة 5 ريختر. فماذا يحدث في العالم؟ وماذا قال العالم الهولندي؟ هذا ما سنعرضه الآن من خلال هذه التغطية. حذر العالم الهولندي فرانك هوكر بيتس من وقوع زلازل مدمرة خلال الأيام الأربعة المقبلة. وكتب العالم الهولندي عبر تويتر: منذ 13 من يوليو لم تكن هناك تقلبات واضحة في الغلاف الجوي يمكننا تمييزها منذ يوم أمس. رأينا شكلين نموذجين على شكل حرف W وقمنا بتمييزهما على الخريطة، وهي تشير إلى احتمال حدوث زيادة زلزالية في عدة مناطق. وكان قد حذر العالم الهولندي فرانك هوكر بيتس من وقوع زلزال مدمر في الأيام الأربعة المقبلة. وكتب العالم الهولندي عبر تويتر: لدى قياس الهندسة الكوكبية بالأمس واليوم احتمال 75% حدوث زلازل وبنسبة 50% بمقدار 7.5 إم في الأيام الأربعة المقبلة. أيضا حذر العالم الهولندي فرانك هوكر بيتس من وقوع زلازل مدمرة مرتبطة بحركة الكواكب. وعلى جانب آخر، ضرب زلزال بقوة 4.7 على مقياس ريختر اليوم في جنوب المكسيك دون ورود أنباء عن وقوع أضرار مادية أو بشرية. وحددت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية موقع الزلازل على بعد 141.5 كيلومتر في جنوب المكسيك وعلى عمق 35 كيلومتر. وفي الشهر الماضي أعلن مركز الأبحاث والعلوم الألماني أنباء عن حدوث زلزال بقوة 6.4 على مقياس ريختر قبالة سواحل المكسيك. وقال أيضا مركز أبحاث علوم الأرض الألماني في بيانه أن وقوع زلزال بلغت قوته 6.4 على مقياس ريختر بالقرب من ساحل تشيباس في المكسيك بحسب وكالة رويترز الإخبارية. وقال المركز أن الزلازل وقع على عمق 10 كيلومترات. وأكد الدكتور صلاح الحديدي أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن هناك زلزال جديد بقوة 5.5 على مقياس ريختر ضرب تركيا. وتابع الدكتور صلاح أن لا يوجد أي أثار تدميرية جراء هذا الزلزال، مشيرا إلى أن حرارة باطن الأرض لها دور في الزلازل، لافتا إلى أن الطقس لا يؤثر على حدوث الزلازل تماما، وتباعد الصفائح التكتونية واصطدامها بالعكس سبب الزلازل. وبالفعل قد وقع تركيا أمس عن إصابة 8 أشخاص في الزلزال الذي وقع جنوب البلاد والذي جاء بقوة 5.5. وقال رئيس هيئة الكوارث والطوارئ في تركيا يونس سيزر إنه لم تصلهم أي أخبار سلبية بعد وقوع الزلازل وإنهم مستمرين في أعمال التمشيط الميدانية لتقييم الأضرار وضمان سلامة المواطنين. وقد أعلنت وكالة أفاد أمس وقوع زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر في ولاية أضنا وتحديدا بمنطقة كوزن عند الساعة 8:44 صباحا بعمق نحو 12 كيلومتر. وشعر سكان المدن المجاورة مثل غادي عنتاب وكهرمان مرعش بقوة الزلزال فضلا عن مناطق في شمال سوريا المجاورة. وتأتي جهود التمشيط الميدانية التي تقوم بها أفاد كجزء من استجابتها السريعة لهذا الزلزال. وكان قد أيضا خرج العالم المثير للجدل بتغريدة جديدة عبر حسابه على تويتر وتنبأ خلالها بوقوع زلزال عنيف خلال الأيام القادمة. وكتب على حسابه في تويتر: تحذير من زلزال بقوة دفع هائلة للأسبوع الأول من شهر يونيو، كونوا في حالة تأهب إضافي. وقال هوكر بيتس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: نحن ندخل ببطء ليزداد فيه احتمال النشاط الزلزالي. هناك أمور هندسية معينة تحدث بين المريخ وزحل، هذه الأمور تنمو بشكل أسرع في الأشهر القليلة المقبلة، سيبلغ هذا النوع من الهندسة ذروته في أغسطس وسيكون حرجا للغاية.
وكانت قد أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 7 درجات وأربعة من عشرة ضرب قبالة سواحل تونغا. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 212 كيلومتر وكان على بعد 73 كيلومتر في تونغا. كما أطلقت الهيئة نظام التحذير في تسونامي في الولايات المتحدة، إنه لم يكن هناك تحذير من حدوث تسونامي بعد الزلزال. أما عن التبني الثاني فقال هوجر بيتس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: قد يتسبب تقارب الهندسة الكوكبية الحرجة في حوالي 28 إبريل في حدوث تجمع نشاط زلزالي أقوى. وأضاف العالم الهولندي: من المحتمل أن يكون هناك حدث زلزالي قوي إلى كبير على الأرجح في حوالي 30 إبريل أي 29 إبريل أو 1 مايو. وكان العالم الهولندي فرانك هوكر بيتس قد حذر من وقوع زلزال مدمر في الفترة من 14 إلى 15 إبريل بقوة تتخطى 6 ريختر. وقال هوكر بيتس إن الزلزال المدمر سيقع بسبب حدوث تقارب في هندسة الكواكب المتوقع أن تنتج عنها نشاط قوي، وقد يحدث على أكثر تقدير في أثناء ساعات يوم الأحد الموافق 16 من إبريل. وكشف عن المكان المتوقع فيه قائلا انه سيؤثر على جنوب وشرق نيوزيلندا والمكسيك. وكتب هوجر بيتس في سلسله تغريدات عبر تويتر: هذه معلومات عن زلزال 6 فبراير وليس تحديدا جديدا. حدث الزلزال الكبير في 6 فبراير في اقصى وقت ضاغط للمد والجزر، وذلك بالتزامن مع هندسه الكواكب الحرجه. وأضاف: الزلازل الكبيرة جدا عادة ما تميل إلى الحدوث بالقرب من هذا التوقيت المرتبط بالمد والجزر. وقال أيضا: وقع الزلزال الكبير في 6 فبراير بالقرب من منطقة اكتمال القمر وبالتقارب مع هندسة الكواكب الحرجة. وأضاف: بعض العلماء يدعون أن حركة القمر والكواكب لا تتسبب في حدوث زلازل، ولكن الأبحاث المرتبطة بالمد والجزر أثبتت عكس ما يقولون. وادعى هوجر بيتس انه من المتوقع وقوع زلازل في افريقيا والهند والبحر الابيض المتوسط على مسافه قريبه من تركيا، وان الزلزال المحتمل سيكون بقوه 8 درجات و3 من عشره. واشار الى انه ما بين شهر اغسطس نوفمبر 2023 من المتوقع ان تحدث زلازل عنيفه. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه التغطية والتي عرضنا فيها لحضراتكم عودة العالم الهولندي فرانك هوجر بيتس للظهور مرة أخرى بتحذيرات بزلازل قوية قد تحدث خلال الفترة القادمة ومرتبطة بهندسة الكواكب. وأصبح الأمر أكثر رعبا من الماضي، خاصة بعد حدوث زلزال تركيا المدمر الذي تنبأ بحدوثه في فبراير الماضي. وأيضا المثير للذعر أن تركيا تعرضت أمس لزلازل بقوة 5 ريختر. أشكر حضراتكم وإلى اللقاء.